مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الحكايه. احنا موجودين النهارده في كينجدم ارينا، يعني ملعب جديد مش موجود زيه في منطقه الشرق الاوسط، واحنا شايفين الحماس اللي موجود فيه لانه انت جوه ملعب غير طبيعي، ملعب مغطى ياخد من 20 ل 40 ألف متفرج. والنهاردة افتتاح الملعب ده بمناسبة غير طبيعية، انتر ميامي هيلعب قدام الهلال، وبعد يومين في ماتش تاني انتر ميامي هيلعب قدام النصر، وحنشوف المنافسة القوية بين رونالدو وبين ميسي. ملعب كبير وعظيم، والناس النهاردة كلها فرحانة وسعيدة. لو تشوفوا شكل الملعب ده بالشاشات بتاعته وبالتكنولوجيا اللي موجودة فيها، أكيد أنتوا النهاردة وأنتوا بتشوفوا البث اللي موجود 44 كاميرا، التقنية بتاعت الصوت، التقنية بتاعت الصورة، كل هذه الأشياء النهاردة في موسم الرياض وكأس الرياض. وعايز أقول لحضراتكم إنه كل المملكة العربية السعودية وأهل الرياض سعداء جدا بهذا الإنجاز العظيم. ده ملعب الهلال الآن يلعب فيه الهلال في كل مبارياته، حاجة سعيدة. وزي ما بقول لحضراتكم أجمل حاجة فيه إن أنت تشعر إنك موجود جوه حفلة، أنت مش بتحضر ماتش كورة، لأنه طبعا تقنيات الصوت وتقنيات العرض وتقنيات المشاهدة ومدرجات الجماهير، الناس كلها فرحانة ومبسوطة. تقرير جميل عشان تعرفوا إيه اللي بيحصل في كينجدم أرينا النهاردة في الرياض. وطبعا كان موجود سيادة المستشار تركي الشيخ. 90 يوم اللي انتوا شايفينه ده كله معمول في 90 يوم، يعني انت لو بتشطب بيت مش هتقدر تخلصه في كل هذا الوقت القصير. هيدخل موسوعة جينيس انه قدروا ان هم يعملوه في وقت قصير جدا، انجاز رياضي ترفيهي عبقري. زي ما بقول لحضراتكم دائما ان موسم الرياض ليس مجرد حفلات، ولكن اشياء كثيرة اخرى بتحصل. والسيد وزير الرياضة، مساء الخير يا فندم، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا، الف مبروك. مبروك للجميع. مبروك. انا حظي حلو ان انا واقف هنا حضرتك، دخلت وكنت شايفك منبهر وسعيد. الحمد لله، شيء يعني نفخر به هالعمل بدعم القياده الكريمه. بالعكس، جهود ابو ناصر وكلنا مكملين بعض لتطوير رياضه المملكه. ايه رايك في الاستاد؟ ايه رايك في الفكره الجديده لهذا الملعب؟ ما يحتاج اقول رايي، يعني ان شاء الله انها ناجحه، وان شاء الله مثل ما حكينا انا وابو ناصر نكرر مثلها كثير. يعني ده برضو بيوري الناس التكامل والتعاون، وانه كله بيشتغل من اجل هدف واحد بس. ما في شك، كلنا في ظل دعم سمو سيدي ولي العهد وهدف رؤية المملكة 2030 نتكاتف لانجاح هذه الفعاليات. كبار محمد بن سلمان سريع، في رجال كثير، في الفيرست كلاس، في السياحي، فيها سمو الأمير أكيد على أساس وجود الملعب ده هتجهزوا فعاليات كثيرة. ما في شك، إن شاء الله كثير من الفعاليات هتجهز وكثير من الفعاليات هتقام، وإن شاء الله إلى أكبر من 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 ما نستضيفه من سنة لسنة إن شاء الله. أجمل حاجة في الاستاد ده الحماس، إنه بيخلي الناس تشعر إنها في حفلة مش في ماتش كرة عادي. كله جميل الحمد لله. ألف مبروك. شكرا لي. شكرا لك. هلا وسهلا. وزي ما حضراتكم شايفين طبعا الاحتفال كبير جدا والسعادة غير طبيعية، والناس حاسة ان هناك اضافة حقيقية. خلينا نتابع هذا اليوم الجميل، هذا اليوم السعيد، هذا الانجاز العظيم. ارجوكم ابقوا معنا. We'll be right back.
الأستاذ فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، أكيد النهاردة فرح كبير بالنسبة لكم هذا الاستاد الجميل. أكيد الفرحة جدا كبيرة، إن شاء الله أن يكون الملعب وكينغدم أرينا فال خير على الهلال والهلالية، الجماهير الهلالية سعداء بهالعمل العظيم. فرحتنا كبيرة، واليوم قبل شوي أنا وياك فرحتي أيضا أنك مشجع هلالي. أنا مشجع هلالي، أنا معاك. أهلا وسهلا فيك، الله يحييك أخي عمر. كنتوا مصدقين المدة القصيرة اللي اتبنى فيها والإنجاز؟ يعني كنتوا حاسين أن أنتوا هتلعبوا فيه في الموسم ده؟ لا والله احنا جدا فخورين يعني بالعمل اللي قامت فيه هيئة الرياضة ومعالي المستشار تركي آل الشيخ والشركات القائمة على هذا المشروع. تحفة معمارية في مدينة الرياض، سعداء انه يكون ملعب لنادي الهلال. ناويين تستغلوه ازاي؟ يعني غير المباريات هل في اشياء اخرى، انشطة اخرى؟ اكيد الان المرحلة الاولى حتكون تركيز بداية الموسم لمشاركات الفريق، وإن شاء الله المرحلة القادمة زي ما ذكر المعالي إن شاء الله في مرحلة تطويرية في الفترة القادمة، بعدها إن شاء الله حنستغل يعني أحسن استغلال. أما يوصل 40,000 ده مناسب بالنسبة لكم العدد؟ إن شاء الله. بالعكس احنا سعيدين بالعدد، وإن شاء الله أنها تكون تجربة مريحة لكل الزائرين والحاضرين. هو الجميل فيه فكرة التحميس، يعني الحماس جوه والتشجيع جوه هذا الاستاد غير أي استاد تاني. صحيح الأصوات، وانت ما شفت اليوم القوة الزرقاء، بس في قادم الأيام إن شاء الله حتشوف البلو باور تأثيرهم جدا كبير. احذر القوة الزرقاء. ألف مبروك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. طبعا احنا مع واحد لعب في كمية ملاعب مرعبة بره وجوه، صغيرة وكبيرة، حديثة وقديمة، يقول لنا رأيه في هذا الملعب ويقول لنا بشكل علمي أرضية الملعب ده عاملة ازاي. ازاي كميد؟ ازاي يا عمرو؟ سعيد جدا ان انا موجود هنا في وسط اهلي وفي وسط بلدي التاني السعودية، وبشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على الدعوة الكريمة. المستشار تركي آل الشيخ رجل المعجزات، الملعب ده اتعمل في شهرين معجزة. أول ملعب مقفول، خلي بالك إن دايماً ملعب الكرة لازم يبقى فيه حتة مقفولة فيها، فهو أول ملعب مكيف موجود في المملكة، والحقيقة السيرفس والملعب عظيم. نفسي ألبس شورت وفانيلا وألعب. قول لي، لا أنا عايز بقى الرأي العلمي، قول لي الأرضية أخبارها إيه؟ أنتوا دايماً كلاعيبة كرة تتكلم أرضية زي أحسن ملعب في أوروبا، السيرفس والنجيلة جامدة جداً، يعني حاجة عظيمة. يعني طبعا الحدث نفسه يا عمرو، وجود ناديين عظام جدا زي الهلال والنصر مع انتر ميامي والكوفاوندر ديفيد بيكام، ووجود ميسي وبوسكيتش ولويس سواريز تحت قيادة مدرب عظيم زي تيتو مارتينيز، سعيد جدا بوجودي في وسطهم، وان شاء الله كلنا نستمتع بالماتش. ماتش النهارده ده حلو، ماتش الخميس ذا لاست دانس، ماتش الخميس مقتله ذا لاست دانس ما بين رونالدو وميسي. أعين العالم تتجه إلى كأس موسم الرياض. رياضو لبلو غون دي في أومون. It's a pleasure to be here. Grazie per التركات. Best players in the world again in the same arena. الأولتيمو تانغو. It's the last dance. كريستيانو رونالدو. ميسي. ميسي against كريستيانو رونالدو for one final showdown. ميسي. وجود الملعب ده هو مغطى بيخلي انه الرياضه يتم ممارستها السنه كلها، ويبقى فيه مناسبات عظيمه السنه كلها. صحيح، يعني طبعا ما بتاثرش بالجو الخارجي، تقدر تلعب هنا في الاجواء، نفس الاجواء ونفس درجه الحراره في الصيف في الشتاء في اي وقت،
وده يعني ده عظمة الملعب ده المملكة الأرينا. آخر سؤال وده يعني مؤلم بالنسبة لنا كلنا، بعد خروج مصر من أمم أفريقيا ماذا يجب أن نفعل؟ الكرة المصرية محتاجة ثورة، محتاجين مشروع وتخطيط، لازم ندرس إيه المشاكل اللي عندنا، محتاجين مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة يقدر إن هو يحط لنا مشروع. مدير فني أجنبي طبعا لاتحاد الكرة، لأن التخطيط ودراسة المشاكل اللي موجودة محتاجة ناس متمرسة وناس قاموا بالعملية دي قبل كده في دول أخرى. مش سهل ان انت تعملها، دي اصعب من التدريب بكتير، التخطيط وان انت تحط مشروع لدولة عظيمة في كرة القدم زي مصر. وانا بأؤمن ان احنا عندنا كل الامكانيات، عندنا الامكانيات البشرية طبعا، وعندنا التاريخ، وعندنا البنية التحتية. يعني اقصاء المدرب مش هو ده الحل الوحيد؟ لا، المدرب ولا الاتحاد. صحيح الاتحاد اداؤه ضعيف جدا، اداؤه الاداري ضعيف جدا، وصحيح المدرب اداؤه او قراراته كانت مخيبة للامال بالنسبة للجمهور، الجمهور المصري، لكن الموضوع اكبر بكتير من ان انت تغير افراد. احنا محتاجين ثورة في كرة القدم في مصر، وبناشد السادة المسؤولين ان لازم يبقى فيه تدخل، ان احنا يبقى عندنا مشروع بحق وحقيقي، لان المصريين يستحقوا ان هم يرجعوا يفخروا بفريقهم وبكرة القدم مرة تانية. شكرا كابتن ميدو. شكرا عم. زي ما حضراتكم شايفين احنا بنتابع الاحتفال بافتتاح هذا الصرح الرياضي الجميل، زي ما عادكم شايفين حيبتدي عرض ضخم، عرض مثير يتناسب مع افتتاح هذا المكان. وطبعا حضراتكم شايفين، ارجوكم ابقوا معنا. اكيد لحظات سعادة كبيرة جدا. انت ايش رايك؟ انا رايي ان حاجة مبهجة وبتحمس الناس جدا وبتخلي شكل الكرة مختلف. ايه رايك؟ بتخلي الكرة في 90 يوم، واليوم حيعلنوا جينيس اول ملعب بالشكل هذا تصمم بزرع طبيعي داخلي في العالم. الناس سعيدة جدا ومبسوطة، وبتخلي الاجواء فيها حماس اكتر كتير، يعني تصميم ملعب مذهل. كلمة السحر، الله يحفظ مولاي والله يخلي لنا محمد بن سلمان. الرؤية محمد بن سلمان. في أي خطط ومشاريع لملاعب جديدة زي كده؟ في جدة قاعدين نفكر في شيء شبيه كده، في بس مو ملعب، في عبادي عبد المجيد في جدة، في برضو مسرح عبد المجيد، مسرح الرابح في المنطقة الشرقية. وهنا في احتياج الان مع روتانا، قاعدين نتناقش والوسائل
ان نبني منشأة شبه هذه برضو لموسم الرياض بس على اكبر شوي. اكيد النهارده انت سعيد جدا، ناس كتير كانت بتقول ان المشروع ده مش هيخلص في الوقت بتاعه. الحمد لله. بعلمك شيء يا عم، كثير من دول السعودية مي اغنى دولة في العالم، تمام؟ كثير من الدول غنية، لكن قليل من الدول اللي يكون فيها شخص مثل محمد بن سلمان. النهارده سعادة هي المهمة، سعادة لتركي الشيخ والنادي الهلال والكل السعودي، سعادة الاهل الرياض. انت شوف الفرحة، شوف الفرحة، شوف الفرحة، شوف فرحة الناس. انت قاعد تشوف المنشأة الان على الطبيعة، هل هذا شيء تتصوره في 90 يوم؟ لا. والشاشة دي ايه؟ مش ممكن، حاجة مذهلة. والارتفاع، السقف على فكرة ترى يرتفع. ألف مبروك سيادة المستشار، أكيد يعني بعد كده يبقى فيه مفاجآت كثيرة. ألف مبروك. تبدأ المرحلة التاريخية، فريق انتر ميامي وفريق الهلال وهم موجودين في الملعب، وطبعا زي ما انتم شايفين الشباب الصغيرين كلهم بيصرخوا على ميسي افضل لاعب في العالم اللي موجود في الرياض الان امام الناس كلها زي ما حضرتك شايفين. ولا تتخيلوا الفرحة وال السعادة اللي موجود فيها الناس دلوقتي عشان يحضروا هذا الأمر، افتتاح يليق بهذا الإنجاز، كينجدم أرينا، والناس فعلا سعيدة. وأعظم لعيبة موجودة في العالم وأعظم لعيبة موجودة في المملكة العربية السعودية، فرح رياضي بامتياز. الناس كلها هنا زي ما بقول لكم، تصميم هذا الاستاد يسمح ان هو يخليه احتفالي بشكل كبير، والناس فعلا يعني هو ده الهدف، انه الناس تبقى سعيده والناس تشوف النجوم بتاعتها اللي هم بيحبوها جدا. واسيب حضراتكم تستمتعوا بهذه المشاهد، وزي ما معاكم شايفين طاقم تحكيم حريمي، هيبقى فيه طاقم تحكيم حريمي في كل المباريات اللي احنا شايفينها ديت. اسيبكم تستمتعوا. انطلاق ناحية الشمال، وعايز اعدي، عايز اعدي، يلا يا سيدي، يلا يا سيدي، عايز اعدي، ايه 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 ايه، يا الحرام، الله 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 الله، يا مترو يا مجنون، مترو فيتش، روعة 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 روعة، حطها حلوة قوي قوي قوي، بدها من ناحية الشمال، دخل 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 دخل، رفع له ايده، حطها له مرة تانية، لقطها كانت رايحة لمالكم، لكن لمؤاخذة متروفيتش ما يسيبش الحاجات دي، ما يسيبش الحاجات دي متروفيتش، وبيمين وعارفة السكة، والله لا كاليندر ولا أبو كاليندر يعمل فيها حاجة. وهتبص بص لما كانت رايحة هناك خالص، خلي بالك كانت رايحة لمالكم، لكن ده ما بيسيبش حاجة لحد. طويلة من ناحية شمال، يا ولد يا مالكم، عايز اعدي، عايز اعدي، طلع له من بره رينان، لكن ترجع لوسط الملعب مرة تانية، وهي وهوبو، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، ايه الجمال والحلاوة دي؟ لا ده احنا بادئينها يا حمدان، ده احنا بادئينها يا عبد الله يا حمدان، ايه الروعة والجمال ده؟ حلوة 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 حلوة، يا سلام. في الدقيقة ايه ده، احنا لسه بنقول، بص بص العرضية الجميلة، وادي التانية اهي، وبطن رجله في البعيدة، روعة 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 روعة. والهدف الثاني لنادي الهلال، وطبعا النهاردة ميسي في موقف حرج، استلام بلمة بلفة على وسط الملعب مرة تانية، مفيش الحلول لغاية دلوقتي، الهلال مقفل حلو قوي 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 قوي. وادي واحدة خطيرة 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 خطيرة، والهدف والهدف، لكن في تسلل، في تسلل، لويس سواريز طبعا زعلان جدا، يقول ما فيهاش، خلي بالك ما تقلقش، في فار، في فار يا بوسكيتس، ما تمسكش الست من ايدها، ما تمسكش الحكمة من ايدها، ممنوع ممنوع، نشوفها كده
لا ما فيهاش تسلل. هترجع للفار ودي ايه؟ ممكن دي، ممكن دي الاولانيه ما فيهاش، لكن بص الراجل الثانيه اعتقد فيها، الاوليه ما فيهاش 100% الاوليه ما فيهاش، لكن الثانيه طبعا زوايا الكاميرا قد تكون خاضعه، لكن انا احساسي من هنا ان هي تسلل، وان المساعد اللي هناك صحيح 100%، كاميرا على ميسي وانطباعاته، وكاميرا على متروفيتش وحكاياته ورواياته، وادي لمسه بلمسه والبادي المس، وحوار بين ميسي والحكم، والحكم هادي جدا جدا جدا. يا ابني ما تحطش ايدك يا ابني، يا ابني مفيش فايده. لويس سواريز، وهنا سواريز بيقول ايه؟ بيقول مش ما اتزقتش من زميلي، ده اتزقت من الهلال. هنشوفها اتزقت من مين، هنشوفها اتزقت من مين. ادي اهي، ادي اهي، ادي اهي. محمد الجحفالي يا جماعه، محمد الجحفالي اللي حط رجله، لكن الاحساس الاول انها هدف. انا احساسي كده، هي هترجع. ايوه يا جماعه، انا بقول لكم، انا عارف انا بقول ايه والله. ميشيل، وهي والعرضيه، وهوب، يا عيني يا عيني يا عيني عليك يا ولد يا تعيب. هو ده، هو ده ميشيل يا جماعه، هو ده، هو ده، هو ده ميشيل، 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 ميشيل. محدش يعرف هو رايح فين، ميشيل محدش يعرف هو رايح فين، ولا هو نفسه، ولا هو نفسه. روعه روعه روعه، ادي الانطلاقه الحلوه، وادي اللمه الجميله، وادي عبد الله الحمدان، وادي هوب. يا عيني يا عيني عليك يا ميشيل، يا روعه. عدى من بوسكيتس، وعدى مره ثانيه عبد الله الحمدان وغرفها، وهوب. قلبي يا قلبي، قلبي يا قلبي، روعه. بص بص، ماسك الهوا بايديا، ماسك الهوا كالندر بايديا. مردوده مره ثانيه بلمسه، جريسل يلعبها خطيره 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 خطيره. رويز حكم ايدينا الفيس بتوقف اللعب. انا بقول لحضراتكم خلي بالك، بص خلي بالك، هو ما لمس الكوره وبعدين اخذ رجله، الراجل اتشنكل على الارض اهو، واضحه جدا الحقيقه. ولذلك بص وشها، هي محتاره محتاره محت، بص ازاي، ادي الحيره اهي. طيب قلت لحضراتكم ميسي وحبيب ميسي وداخل، وهوبا، هي هي. بقول لحضراتكم عاده بيحطها في الحته دي، بص حطت كوره كده ويحل عليها بكفوفه، ويبص بصته، ويرمش رمشته، ويحط حطيته. روعه 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 روعه. ميسي يا جماعه، ميسي ميسي ميسي. لازم نفرح حتى لو الهدف في مرمانا، ان احنا بنشوف ميسي هو بيسجل. 3-2 وانطلاقه خطيره. ادي هو رويز، هو هو رويز، هو هو رويز، هو هو رويز، هو هو. قلت لحضراتكم يا جماعه، اتنين صغيرين منتهى النشاط، لكن اللمسه روعه 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 روعه. بص اللمه، لم اللمه، بص حطها هناك فين، في اخر الدنيا يا ولد يا ولد يا ولد. ادي رويز، بص بص النشاط، بص النشاط، حلوه. قفلها في القريب، قفلها في الضيقه، قفلها في الضيقه. انطلاقة من ناحية اليمين، وادي العرضية، هوب. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض، والله مستنيينها. روعة 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 روعة. لكن الأوفر إيه؟ الأوفر دوا، الأوفر دوا، الأوفر معمول بقوة وارتفاع قاتلين، وطلع في الهواء. روعة روعة روعة. مالكم لمسها بجنب راسه في البعيدة، لا تصد ولا ترد. يا سلام يا ملكم يا لعيب. وفي هذه اللحظات تطلق الحكم البرازيلي ايدينا الفيز، السيده ايدينا الفيز، صفاره نهايه الشوط الثاني والمباراه بفوز مستحق للهلال الرهيب على انتر ميامي 4-3. اعين العالم تتجه الى كاس موسم الرياض. Best players in the world again in the same arena. El último tango. It's the last dance. Cristiano Ronaldo. Messi, Messi, Messi. Messi against Cristiano Ronaldo for one final showdown. Messi!